حضرتك بتاعت والدي واحنا خدناها وشغالين عليها. الواحد اتعلم ازاي يشتغل، طلع ليه والده شغال كده اشتغل معاه. مش اي حد يشتغل ومش اي حد يجيب سوا، ليها وقت معين. الاسعار اختلفت، كل حاجه غليت، ما عادش الحاجه الرخيصه بقت كلها غاليه، الشبك بقى غالي. حاولنا ان احنا نغلي، ما فيش زي الاول، ما فيش بيع زي الاول. نظام يومي بيمشي مثلا من الساعه 3 لحد الساعه 2 الظهر، دي فتره. الفتره الثانيه مثلا بمشي من العصر لحد حوالي الساعه 1 بالليل، الفتره الثانيه. ده بالموسم. سمك الكنال مختلف عن السويس عشان خاطر الطينه اللي هي بتاعت الزيوت بتاعت هناك السويس بتاع المصانع، خلافا عن هنا مفيش مينا. زي بورسعيد برضك مفيش مينا والزيت والموج وده كله، هنا مفيش كده الكلام ده. هو اللي بنخلي السمكة هنا حلوة شوية، اللي هو الطازة بنجيبه اللي هو من الكنال. احنا السمكة حمراء، الحشيش بتاعته بقى نضيفها، مفيهوش طينة مش عارف ايه. ده اللي بيصبر معانا ايه في التلج شويه وبتاع، خلافا السمك التاني يبقى مثلا بطنه فيها طينه وتلاقيها مبيضه شويه. دوت ما ينفعش ان هو ايه يتعان في التلاجه او ان هو يقعد شويه. هنا في ميتين مع بعض، ميه عذبه على ميه حاده، مش ما فيهاش الملوحه اللي هي بره اللي هي بتاعت السويس مالحه قوي، اللي هي بتاع بورسعيد مالحه قوي. في الموسم في حاجه اسمها سجانه، حاجه اسمها كبارة كله عارفها، كابوريا، الشخرم، الجمبري، جميع السمك اللي هو بعيد عن الترعه وبعيد عن البحر.